قد لا يعبر الرجل بسهولة عن الاكتئاب أو الحزن، فتظهر بعض الأحيان الأعراض تكون تعبيرية غير عن الحزن، مثل الحساسية المفرطة، الغضب الزائد اللي ممكن تأذي الرجل في مكان عمله، بين أهله، وكمان حتى مع أصدقائه، فبالتالي تتأثر حياته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الرجل المكتئب تقل اهتماماته بالحياة واستمتاعه ورغباته بالحياة، مما تؤثر على نمط ومجرى حياته. القلق هو عبارة عن كثرة تفكير مبالغ فيها ومفرطة تأثر على حياة الشخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتكون فيه أعراض جسدية ونفسية. الأعراض الجسدية من ضمنها ضعف التركيز وزيادة الخمول، وفي الأعراض النفسية أكثر التأثير يكون بسبب زيادة العصبية تأثر على حياة الشخص والرجل في حياته المهنية والاجتماعية والأسرية. ترتبط الاضطرابات النفسية ارتباط وثيق مع القدرة الجنسية عند الرجل، فممكن تكون هي المؤشر الرئيسي أو المهم لأي اضطراب نفسي. كمثال، من هم أقل من 50 سنة في العادة الاضطرابات الجنسية يكون سببها اضطراب نفسي، قلق الأداء، القلق العام أو الاكتئاب.